نحيي كل الهيئات والمنظمات الجمعوية النقابية السياسية كل المجتمع المدني، وتحية لكل الطبقة العاملة الإخوان العمال ديالنا اللي حضروا معنا، تحية للجميع اللي لبى الدعوة، هذه الدعوة اللي حاضرين اللي كنظمها المكتب الإقليمي. هذه الأزمة اللي فجرتها شركة سمير بالإعلان الرسمي عن توقف تكرير البترول وتوقف تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البترولية المصفات، خلقت واحد مجموعة اضطرابات لا لدى المهنيين ولا لدى المعنيين ولا لدى الرأي العام، وخلقت مجموعة التساؤلات. انطلاقا من كنقابة، انطلاقا من أننا نقابة وطنية مسؤولة بالدور اللي خصنا نقوم به، بالإضافة للدفاع على مصالح الطبقة العاملة وحماية المكتسبات ديالها، الذي رهين بشكل كبير بتكرير البترول وباستدامة الشركة ديال سمير واستدامة التكرير. من هذا المنطلق كينظم المكتب الإقليمي المحمدية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هذا اللقاء التواصلي حتى يوضع جميع الرأي العام في الصورة ويقوم بالتنوير الجميع، وحنايا مستعدين لكل الأسئلة، وغادي نحاولوا ما أمكن أن يكون العرض ديالنا يشمل اللي غيقدموا الأخ اليمني، يشمل جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اللي كتجي عن تأثيرا من هذه الأزمة اللي جرت في شركة سمير. الأول غنعطيو كلمة للأخ النائب الذاتي العام ديال المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. بلورت الحلول الناجعة لتأمين الحاجيات الطاقية للبلاد وضمان مصالح كل الأطراف المعنية، مع الوفاء للالتزامات الوطنية في تحرير السوق في إطار الاتفاقيات الدولية المعروفة. هذه الأزمة التي كانت مؤجلة منذ 5 سنوات، والتي كما جاء في التقديم قبل قليل اللي قدمته الأخت لطيفة بن وكريم، والتي فجرتها إدارة سمير بشكل رسمي من خلال البلاغ الصادر يوم 5 أغسطس، والذي تم التراجع عليه لاحقا، كان هناك بلاغ وكان هناك تراجع، هذا الشيء غادي يمكن يتناوله الاخ اليمني بالتفاصيل، والذي ينص بالحرف توقيف تكرير وتزويد السوق الوطني من الاحتياطي، هذا الشيء بدعوى الظروف الدوليه والوضعيه الماليه للشركه. هذا هو المضمون ديال البلاغ ديال 5 اغسطس ديال اداره شركه سمير، وهو الاعلان المزلزل الذي خلق ردودا متتاليه من طرف السلطات العموميه ومن طرف المهنيين والمتتبعين والراي العام الوطني، ناهيك على الصدمه الكبيره في صفوف الماجورين الذين اصبحوا مهددين مباشره في ارزاقهم واجورهم. وقبل الخوض في تفاصيل الازمه وتوقيتها الحرج، اسمحوا لنا ان نعرج على التذكير ببعض المحطات الهامه في تاريخ صناعه تكرير البترول بالمغرب. 1913 بناء أول محطة للتكرير بسيدي قاسم لاستغلال الحقول بالمنطقة. بعد ذلك في بداية الستينات، وهذه محطة مهمة جدا بالنسبة لنا كحركة نقابية مناضلة وكحركة وطنية، في بداية الستينات في 61 بناء مصفات سمير، تزامن ذلك مع تغيير بالمناسبة مع تغيير اسم فضالة إلى المحمدية. هذا الحدث أذكركم وأذكر للذكرى أن كان وراءه الوطنيون المغاربة الأولون، كان في الحكومة الأولى ديال عبد الله إبراهيم، وكان من المهندسين ديال هذا المشروع وزير المالية عبد الرحيم بوعبيد، ومن المهندسين كذلك على المستوى التقني ديال هذا المشروع بالوطنية اللازمة بالوطنية التي لديه المناضل المرحوم إبراهيم السرفاتي. سنة 73 المغربة ديال سمير بعد خروج الإيطاليين، تطور بعد هذا حصل تطور ديال الطاقة التكريرية من 1.5 مليون من 1.5 مليون إلى 8 مليون طن. طرح سمير في البورصة وخصصت 67% لشركة كورال في 97،
هذه كلها محطات اساسيه في التاريخ. وهذه الورقه بالنسبه للهيئات اللي حاضرين معنا والمنابر، هذه الورقه اللي كنقرا عليكم راهي عندكم بين يديكم. دمج الشركه الشريفه للبترول في سمير سنه 99 وترحيل مقر، ترحيل مقر المقر ديال الرباط الى المحمديه. تعرض الشركه، هذا حدث مؤسف كذلك كان، تعرض الشركه للحريق في سنه 2002 وتوقف الانتاج مؤقتا واللجوء للاستيراد. تحت توقيع اتفاقيه الاستثمار سنه 2004 من اجل تنفيذ مشروع تطوير المصفات، تتبعه اغلاق مصفات سيدي قاسم وشروع الانتاج للمصفات الجديده بالمحمديه. اخواتي اخواني الحضور الكريم، بالاضافه لواجبنا النقابي في النضال من اجل حمايه وتطوير حقوق الاجراء، فان مهمتنا في شركه سمير كانت مركزه دائما على بقاء هذه المؤسسه، نظرا لما لها من رمزيه كما اسلفنا، من رمزيه تاريخيه في وجدان كل المغاربه، ومن علاقه بنيويه مع الاقتصاد الوطني والتنميه المحليه. لذلك كانت الكونفدراليه حاضره وبقوه في رفض الخوصصه. نذكركم كذلك ونذكر كل من يحتاج الى التذكير اللي ما حضرش معنا، نذكر بان لا سي دي تي كانت ضد الخوصصه ببساطه، وما كناش بوحدنا، كنا ضد الخوصصه. بل شنينا اضراب مطول سنه 98 وحسسنا بخطوره تهالك الوحدات قبل الحريق ديال 2002 كذلك، وبوجوب تنفيذ شق الخوصصه المتعلق بتاهيل الانتاج والاستعداد للتحرير، والمطالبه بالغاء قرار الترحيل الجديده سنه 2003 اللي ساهم فيه المجتمع المحلي اللي حاضر معنا الان. الهيئات السياسيه والنقابيه والجمعويه اللي حاضرين معنا ساهموا في 2003 في تشكيل جبهه اللي دفعات على باش تستأنف العمليه ديال التكرير بمصفات جديده في المحمديه بعد الحريق. وإن كانت مطالبنا ونداءاتنا المتعلقه بمصير وبقاء سمير لا تؤخذ محمل الجد والاهتمام، وخصوصا من طرف السلطات المعنيه بدعوى وجوب الاقتصار في مهامنا على حقوق الاجراء، فاننا نعتبر ان الازمه الجديده التي اعلنت عنها شركه سمير كنا السباقين للتحذير منها، ويمكن الرجوع لادبياتنا للتاكد من ذلك. احيلكم على بياناتنا وبلاغاتنا، واساسا بيانات وبلاغات النقابه الوطنيه لصناعه البترول والغاز المنضويه في اطار الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. رجعوا البيانات ديالها واخرها، ويمكن نجيو عليه في اخرها، البيان ديال واحد فتح غشت. حنا خمس ايام قبل ما تقول الشركه اللي قالت في خمسه غشت بان عندها مشكل وغادي تغلق وغادي تسد تكرير، حنا في واحد في شهر كان اجتماع ديال المكتب الوطني ديال النقابه الوطنيه لصناعه البترول والغاز في سيدي قاسم، وحذر من الاتجاهات الغامضه اللي غادي لها الشركه. وفي نفس الاطار للدفاع عن بقاء سمير وتطورها، بادرنا في المكتب الاقليمي ديال السي دي تي بالمحمديه، بادرنا الى التداول في الموضوع مع المكتب التنفيذي في يوليوز الماضي. درنا وفد من هنا فيه المكتب الاقليمي والمكتب النقابي ديال سمير، ومشاو جلسوا مع المكتب التنفيذي ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لمستقبل صناعه تكرير البترول بالمغرب، وهي نتيجه طبيعيه لسياسه الخوصصه وتحرير السوق وتقصير الدوله في مسؤولياتها الرقابيه. سطروا مزيان على هذه كذلك، تقصير الدوله في مسؤولياتها الرقابيه، راه عطاهم داك الشيء وخلاهم كيديروا ما بغاو. والضغطيه الرقابيه والضغطيه في اختلال التوازنات اليوم بشركه سمير راجع بالاساس الى تفاقم المديونيه ما يفوق 30 مليار درهم. المديونيه ديال شركه سمير تزيد الان بتصريح رسمي وباعتراف اقرار رسمي ما يزيد على 30 مليار، وقد تكون 40 مليار درهم. مباشره بعد انتهاء من مشروع تطوير المصفات واصطدام مصالح الموزعين مع المكرر، مع المسؤول عن التكرير، وصولا لعجز سمير لشراء النفط الخام، ديال وضع الوصوليه عاجزين يشريوا النفط الخام، وهو ما ادى الى توقيف الانتاج بشكل لم يشهد له التاريخ مثالا. وان كان التدبير المالي وتقلبات السوق الدوليه سبب من الاسباب التي نترك فيها الجواب لذوي الاختصاص والحال، فان عمق المشكل يكمن في فتح الباب امام الواردات
من طرف الشركات العالمية، وهو نفس الأمر الذي حدث في ويحدث في صناعة الحديد. ودعوتنا لكل الهيئات والتنظيمات ولكل المعنيين سجلوا هذه الدعوة، ندعوكم أخواتي إخواني المجتمع المحلي بالمحمدية لتنسيق الجهود من أجل حماية الصناعة الوطنية، ومن خلالها حق المغاربة في صنع ما يستهلكونه وحقهم في الشغل والاستقرار، وإن كل تماطل أو اجترار في الحلول لن يزيد سوى في تعقيد الأزمة واستفحالها. شكرا لكم.